كابتن سيد، عايز اتكلم معاك عن تجربه مهمه. قبل ما تيجي النادي الاهلي كنت المدير الفني لفريق 2003 في نادي انبي، ما شاء الله 3 سنين بتحقق نتائج طيبه، 3 سنين بتاخد بطوله الجمهوريه مع انبي. النادي الاهلي النهارده لما طلبك على طول كنت موجود في بيتك في قطاع ناشئين النادي الاهلي. بص يا كابتن، ده شرف ليا ان انا ارجع بيتي تاني. انا كنت شغال في نادي انبي، وبشكر مسؤولين نادي انبي الكابتن امام محمدين، وبشكر كل المسؤولين في نادي انبي. انا اشتغلت معاهم 3 سنين، حققت 3 بطولات. السنه دي كابتن خالد قال لي كلمه واحده بس، اتصل بيا، كان اول يوم العيد، اتصل بيا قال لي سيد كل سنه وانت طيب، النادي الاهلي محتاجك بس الفريق هيبقى صغير شويه. قلت له لا يا كابتن، انا هبقى موجود قدامك ان شاء الله بكره، حتى لو هشتغل سايس قدام النادي، انا تحت امر النادي في اي وقت. فرقش معاك السن، يعني انت في انبي 2003 وتاخد البطوله مع سن اكبر، سن اصغر ما عنديش مشكله. السنه دي كمان انا كنت في انبي كنت همسك 2001 كمان. انا بحب كل دوت. قلت له يا كابتن، انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت. النادي الاهلي ده بيتي، يعني ده شرف ليا ان انا اشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي عملنا يا كابتن. النادي الاهلي هو اللي خلانا نادي انبي يفكر فيا ان انا اشتغل عنده. ان انا اشتغل معاه وان انا ابقى مدرب في نادي انبي، دي حاجه كويسه ان انا اقعد 3 سنين وابقى ممثل النادي الاهلي. انا كنت بجتهد في نادي انبي عشان ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي. وانت واجهه مشرفه كمان في النادي الاهلي وكمان مدرب كبير يا كابتن سيد. الحاجه الثانيه برضو، الحاجه المهمه، كابتن خالد بيبو اخباره ايه معاكم في قطاع الناشئين؟ بص كابتن خالد بيبو، انا لعبت معاه في الاسماعيلي. ما تعرفش اصلا يعني الناس كلها بتحبه ازاي هناك في النادي. مجتهد جدا، بيجي اول واحد فينا، بيجي من الساعه 9 الصبح. شايف كل الشغل، حافظ كل حاجه، بيتكلم بكل الناس، عاوز يساعدنا، عاوز ينجحنا باي طريقه، اي حاجه بنطلبها بيلبها لنا. كابتن خالد في المعسكر كمان، احنا كنا مسافرين اسكندريه، لقيته بيتصل بيا بيطمن على اللعيبه، اللعيبه اكلت كويس، اللعيبه ناقصه حاجه، طب قول لي لو ناقصه حاجه ابعتها لك. قلت له لا يا كابتن خالد، يعني حاجه جميله قوي ان احنا شغالين تحت قياده كابتن خالد. الامكانيات السنه دي متوفره بشكل كبير في قطاع الناشئين، كل حاجه متاحه السنه دي. متاحه بزياده كمان، يعني تمام. يعني الكابتن خالد اول ما بنطلب اي حاجه بتلاقيها في نفس اليوم موجوده. اتصل بينا، الحاجه جت ان شاء الله هتنزل بيها التمرين بكره. فكل حاجه موجوده في النادي الاهلي. طيب، عشان عليكم مهمه كبيره جدا، عايزين نشوف بقى الاجيال اللي انت طلعتها من جيل 97 وجيل 96 و95 واللعيبه اللي الكابتن سيد غريب مرانها دي والاسماء اللي انت قلتها في بدايه الحلقه. عايزين الفتره الجايه برضه هيبقى عليك مسؤوليه كبيره ان احنا نشوف زيهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله انا بوعدك يا كابتن وبوعد جميل النادي الاهلي، ان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقي لعيبه مميزه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر كمان ان شاء الله.